اليوم نريد أن نتكلم حول سبب تأخرنا نحن المسلمين بمناسبة هذه الأحداث في إيران، أحداث في تركيا، أحداث في ملايو، أحداث في فلبين، أحداث في أوغادين، أحداث في إرتريا، أحداث في كل بلد من بلاد المسلمين، أحداث قليلة أو كثيرة. لماذا أنه نرى أن في العالم الإسلامي أن الحركات قليلة، والحركات القليلة أيضا لا تنجح على الأغلب أو ما نجحت إلى اليوم؟ ولماذا نرى أن الحركات الأخرى، البعثيين في العراق وفي سوريا، القوميين في مصر، الشيوعيين في أفغان وفي اليمن وما أشبه، هؤلاء نجحوا، أما حركات غير الإسلاميين إذن كلها حركات استعمارية، والمستعمر يبدل عبدا بعبد لا أكثر ولا أقل. فاروق عبد للغربيين، بدلوه بعبد الناصر عبد آخر، وكذلك العراق، نوري سعيد كان عبدا للغربيين، بدلوه بعبد آخر اسمه عبد الكريم قاسم. هذا الترقي في أفغان عبد لروسيا، بينما قبله كان عبدا لأمريكا، داود خان. وعلى هذا المعدل نجاح هذه الثورات لأنها مو ثورات حقيقية، وإنما تبديل عبد بعبد، وهذا من اليسير تبديل عبد بعبد. والدليل على أنهم يبدلون عبدا بعبد أن المنهج نفس المنهج، لكن يضيفون شيئين. الشيء الأول التزويق، حمرة والخضرة، فهؤلاء البدل هو التزويق، هنا أخضر ثم يصبوه أحمر. الشيء الثاني أنهم يكبتون الحريات أكثر فأكثر، أما القوانين فنفس القوانين، الخمور نفس الخمور، القمار نفس القمار، الضغوط نفس الضغوط، المنهج الاستعماري الغربي والشرقي نفس المنهج. فالنجاح ثورة عبد الناصر أو عبد الكريم قاسم أو محمد الترقي أو عبد السلام عارف أو من أشبه حقيقة مو نجاح ثورة، وإنما تبديل الغربيين والشرقيين عبيداً بعبيد آخر لا أكثر ولا أقل. هذا بالنسبة إلى هذه الثورات التي نراها ناجحة ويطبلون لها ويزمرون.